لقد جئنا من جميع أنحاء العالم، الأبرياء والمستكبرين والشجعان. كنا نظن بأن الحرب ستكون طقوس العبور الخاصة بنا، مغامرة كبرى من شأنها أن تجعلنا جميعاً على قدم المساواة. إلا أنه بدلاً من المغامرة وجدنا الخوف والحرب، والمساواة الحقيقية تمثلت في الموت. فريدريك بيشوب؟ يا إلهي. هاي، هل أنت فريدريك بيشوب؟ لا، إنه ميت، آسف. لكن أليست هذه صورتك؟ أعتقد ذلك. جاك فوستر، الجندي الجديد بخدمتك. لا، لست كذلك. أبعد هذا الفتى عني. بالطبع لا، قطع كل هذه المسافة فقط لرؤيتك. فريدريك بيشوب، فخر أستراليا، كذب بشأن سنه ليتعدى شروط التجنيد. أتعرف شفرة مارس؟ نعم. حسنا، باني. يا لها من كارثة، لم تحظى الموجة الأولى بفرصة للصمود. انظر إلى دفاعاتهم، كيف سنتمكن من الاستيلاء على الشاطئ؟ لدينا البارجات الحربية هذه المرة. سد أذنيك يا فتى، فسيكون الانفجار بدويا. أرسل الإحداثيات. أين أنت ذاهب؟ معك. ارفع سلاحك. أنت ستبقى هنا، ولن تتقدم على القيادة الخلفية إلا بعد الإشارة الضوئية. علم سيدي؟ علم. حاول الابتعاد عن المشاكل. يا
يجب أن أصل إلى أعلى الشاطئ. لا توجد فرصة لنجاتك. يا إلهي، يجب أن أستولي على ذلك التل.
حان الوقت لإطلاق الإشارة الضوئية. تكفن، أتمزح معي؟ تعال معي هنا، انظر انظر إلى ذلك. ها يا فتى، كذبت بشأن سنك لتذهب إلى الجحيم. أردت أن تريد تمثالا يحمل اسمك في ميدان مدينتك. هيا يا فتى انهض، هيا هيا. أحسن، أنا سأموت. لا لن تموت، أنت أسترالي، مستحيل أن تقتل. أجل، أعتقد ذلك. ما لم لست نيوزيلندي صح؟ لا. والآن فلنبدأ بالأولويات. هيا تعال هنا، قف معتدلا. هيا اتبعني، ذراعك هنا وهذه هنا، ثبتها على كتفك وعقبها على وجنتك. لا هكذا، صوب في الاتجاه الذي تريد. هكذا حسنا، أبعد قدميك. بدأت أعتقد بأنني فقدت كل الأستراليين. بماذا أخدمك؟ ليس أنت بل الفتى، نريد مرسالا إلى الخطوط الأمامية. حقا؟ لا نعم لا، لن ترغمه على ذلك، سيدخل في المعركة وسيقتل. لا لا، يمكنني القيام بذلك. لا أنا سأفعل. حسنا، ستبقى معي، أما أنت فستركض سريعا. يجب أن أعثر على طريق لأعبر بين أولئك العثمانيين. أجل، الأمر ليس سهلا. يا إلهي، الأمر كله لن يكلل بالنجاح، يجب علي الرجوع إلى وايتهول. وشك الوصول.
حتى أن تقتلني. ولكني لم أفعل. لا، بالتأكيد لن تفعل. تصويبة جيدة. حسناً، رأيته نوعاً ما هناك. و خطوطنا متهاوية في كل مكان. هذا ما ظننته. بيشوب، اذهب إلى القيادة الخلفية وأخبرهم بتقدمنا. لا تقلق، سأتولى أمري بنفسي. أخفض رأسك، ارفع سلاحك، ولا تعرض نفسك. فهمت؟ فهمت. ينبغي علي الرجوع إلى القيادة الخلفية. انتظر، أين الجميع؟ بالنسبة لهؤلاء الذين لم يصلهم خبر من أي مرسال، لقد خسرنا موقع الحلفاء. تم إصدار أمر إلى المدفعية بالإطلاق لتغطية عملية الانسحاب إلى الشاطئ. سيتم قصف القرية بالمدفعية وتدمير الحصون. سحقاً، فوستر، البريطانيون الأوغاد سيقصفون موقعهم بالمدفعية لتغطية الانسحاب. يستخدمون المدفعية؟ اللعنة. ارحلوا من هنا واذهبوا إلى الجحيم. باك
فيها. انسحاب كامل، سيخسفون القرية والحصن لتغطيتنا، لنخرج الآن. حسناً، أرسلت رجالاً لتأمين الحصن. سيموتون. من أرسلت؟ من الطبيعي أن يكونوا كل الرجال الذين تطوع. فتي ملعين، هل تذكر كيف كنت تتصرف في مثل سنه؟ فوستر، سيقل، يجب أن أحضره. اذهب وسأتظاهر بأني لم أرك. هذا ليس ذنبك. بالطبع ذنبي، شخص آخر يموت بسببي. اذهب فليس أمامك الكثير من الوقت. أقتحم الحصن وحدي وأنا الذي وصفت فوستر بالأحمق. أين مدخل هذا المكان اللعين؟ مرة أخرى؟ متأكد لا تريد إطلاق النار علي؟ هيا فلنخرج من هنا، المكان سينهار في أي لحظة. لا يمكننا الذهاب، هناك أعداء قادمون ولن نتجاوزهم بجرحانا. ابدأوا بالتحرك، سأغطي انسحابكم. لكن بيشوب، هناك ستظاهر كما لو كنت أستولي على الحصن فسيلهيهم ذلك، وبعبورك لخطوط الحلفاء أطلق إشارة، وعندما تصبح بأمان سأنسحب بعدها. يا إلهي، ويحك، تخالف الأوامر الآن. أعتقد أنك خالفتها أيضا. تعال. هكذا أصبحت أستراليا بحق وجاهزا للعمل. حسنا، فلنذهب يا شباب، هيا بنا. Thank you.
حسنا، هذا هو على ما أظن. Let's go!
أنت يا فتى. الصحراء العربية بحر واسع بأمواج متحركة من الرمال وأحجار تحمصت تحت أشعة الشمس. تحت تلك التلال الرملية اللامتناهية يختبئ النفط، الذهب الأسود، شريان حياة عصر الآلات الحديث. لأكثر من 400 سنة حكم العثمانيون تلك الأراضي بكل ما فيها من ثروات، ولكنهم لم يحكموها بلا معارضة. قامت مجموعات متمردة صغيرة من البدو بتوحيد أنفسهم من أجل الإطاحة بحكم العثمانيين، ينقضون بلا سابق إنذار ويختفون فجأة داخل الصحراء. قاتل إلى جانبهم ضابط بريطاني منفرد، شجاعته حققت له شهرة كبيرة، ولكن عرفه العالم باسمه لورنس العربي. إنك تعتمد في الصحراء على التخطيط الجيد، لكنك تتمنى أيضاً ضربة حظ. كان الحظ حليفنا عندما علمنا بقطار العثمانيين الذي خرج عن مساره مؤخراً وكان يحمل أهم شحنة. انضمت دورية صغيرة إلى العثمانيين الذين نجوا من التصادم وحرسوا الحطام معاً منتظرين التعزيزات. عندما يمتلك عدوك أسلحة ومعدات أفضل منك فعليك بالسرقة من عدوك. يتميز المقاتل المنفرد بميزة واحدة عن قوة العدو الكبيرة، يمكن للمقاتل المنفرد أن يتحرك متخفيا. Come on!
وديعة البوسبا. اخرج، انتهى الامر. لم تعتقد اننا سنأتي بالسرعة الكافية لنمسك بك هنا يا لورنس العرب. حقيقة لقد كنت أعتمد على ذلك. هاي لورنس، خدعة ذكية جدا. الآن المفترس أصبح الفريسة. إذن من أنت؟ كم أنت فاتنة يا عزيزتي. أحمد، كنت سأحيا حرة إن لم يتواجد رجل مثلك. حرية؟ ستنالون الحرية بالموت، ويسعدني أن أخبركم بأن الإمبراطورية ستضمن لكم الحرية قريبا. بينما نتكلم يوجد وحش مدمر يطهر الصحراء، يمحو أثر حلفائكم وعائلاتكم وبيوتكم ومخابئكم. لا مكان لكم لتهربوا إليه أو تختبئوا فيه. قريبا كل من تعرفون وكل من تحبون سيكون رمادا، وستكون لكم الحرية لتموتوا. أيتها الحيوانة زهرة، أعلم جيدا أنه لا يوجد شيء تتوقين له أكثر من اقتلاع لحم قدميه ورميه عاريا في وسط الصحراء ليموت، ولكن فكري في الأمر. معذرة، فصديقتي أحياناً ما تكون فظة. سوف تخبرنا كيف سنخدع قطارك حتى نستدرجه لفخ وندمره. مستحيل، لتتمكنوا من التواصل معه فقط ستحتاجون إلى دليل كامل لشفرات الاتصال. أوه، أتقصد واحداً مثل هذا؟ لن يمكنكم تعطيل تقدم الآلات. يوماً ما العالم بأكمله سيحتل أراضيكم وسيأخذون الذهب الأسود من تحت رمالها. سوف نرى يا صديقي. لم يكن الحصول على الدليل كافياً بالطبع، ولتدمير التنين الحديدي أي الكنافار كما أطلق عليه العثمانيون، كان علينا أن نرسل 3 رسائل مشفرة. كانت هناك نقاط تمركز عثمانية منتشرة على السكك الحديدية، حمل القادة هناك كبسولات رسائل بالغة الأهمية، كان علينا استخدامها لإرسال أوامرنا. لم يكن من السهل التسلل إلى داخل القرية، ليس في الوقت الذي اتخذ فيه العثمانيين منها مكاناً للإقامة. أقام العثمانيون نقطة تمركز صحراوية بعيدة، وكانت ضعيفة التحصين ولكنها ممتلئة بالأسلحة والمركبات. لم يتوقعوا هجوماً بالطبع، كل تلك المعدات ستكون مفيدة إذا احتجت لاستخدامها. كانت الآثار القديمة هي كل ما تبقى من حضارة سابقة أصبحت منسية الآن. ظهرت الإمبراطورية العثمانية إلى الوجود في العصر الحديث ومعها كثير من المركبات المدرعة والمدافع. يجب قتل 3 قادة وسرقة 3 كبسولات رسائل شخصية ومن ثم إرسال الرسائل حاملة أوامر مزيفة منا. كيف تعاملت زهرة مع هذه المهمة الخطرة التي تتطلب جرأة عالية؟ كان القرار لها. يعتبر البدو جيادهم كنوزاً، وبالتالي تمنح جيادهم لراكبيها سرعة وخفة حركة لا تبارى. Ah!
أنا نظري الإعلام. بيتي نزل دعب هايدن. لن يكون أمراً واحداً كافياً. يتطلب البروتوكول العثماني أن يتم تلقي الرسالة 3 مرات قبل أن يقر القطار أنها أصلية. جداً في قدرات زهر، ولكن عندي ثقة كاملة أنها ستتحمل المسؤولية. Thank you.
بالرغم من أن كل الرسائل قد أرسلت يا عزيزتي، لم تكن الرسائل التي رغبتم بها لسوء الحظ. لورنس كان حسن الضيافة للغاية، شعرت بالوقاحة عندما هربت. بالطبع تأكدت من حفظ موقع معسكر لورنس جيدا. هذا يعني القطار يعرف أيضا. أرسلت رسالتان بأن كل شيء بخير، لكن أعلمتهم أين يهجمون بالضبط. الوحش يعرف رائحتك عزيزتي، وسيقوم بذبحك أنت وزملائك المتمردين. أولا عاصفة نارية من مدفع، ثم سوف يقترب مع جنوده ليذبح كل من نجا. أسطورة لورنس العرب ستنتهي اليوم. غيرنا موقعنا بالوقت المناسب. تلكيشي كان ساذجاً للغاية ليعتقد أننا سنبقى بعد هروبه. الكنفار لن يتوقف عن مطاردتنا. لن يتوقف، دعيني أفكر. القطار قادم من رحلة طويلة، لذا سيتوقف ليتزود بالماء، وهنا سننقض. اتفقنا، سأتولى أمر الحراس وسأضع متفجرات على القضبان. جيد، وأنا سأحشد مقاتلينا. عندما أفجر القضبان سينحصر القطار، وعندما تسمع الانفجار أهجم بكل ما لديك. جيد، خذي بعين الاعتبار أن الرجال قد لا يأتون، ربما تتمكنين من التفجير وتجدين نفسك وحيدة، تعلمين ذلك. أعتقد أنني لن أعرف ذلك حتى يتم التفجير. يا أصنع تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. اتضح لنا أن المدينة الصغيرة التي سننصب كميناً فيها للقطار بها تواجد أعداء ملحوظ. يجب التعامل مع تلك القوات قبل إطلاق المتفجرات.
Şurada! Çok öteye gitmeyin. Sıvışayım demeyesin domuz herif. Biri vuruldu. فور تأمين زهرة للمدينة يمكن إعداد الفخ للقطار القادم.
يكون الانتقام حلوا او مر المذاق. كيف وجدته يا زهرة؟ كنت محقة لنتطلع لأفكار وأعمال أكبر. ربما نفكر بقناة السويس. أخبريني، ماذا تعرفين عن البارجات؟